مع مين عم تحكي؟ هاي براغيا ما عرفي إيه الجديد؟ روحي وشوفيها، أنا رح سكر. إيه؟ قال شو مع رفيقي؟ أعطيني سارية اللي بدك يعني جيب لك بلوزة إلي. ماشي. عمتي؟ شو كنتي عم تقولي لي امبارح؟ قلتي لي انه لازم خلي عيني على رامبير والا رح يتركني ويروح لعند براتشي. يا اما لبراتشي رح تلعب بالمشاعر، مو هيك انتي قلتي لي؟ بس لا تخافي، لانه ما حدا رح يلعب بمشاعر حدا هي المره، لانه هالمره انا لعبت بالورقه الرابحه وضمنت انه رامبير حيكون لإلي. ريا كان لازم تساليني بالاول، بس ما كان في داعي، عن جد ما كان في داعي، لاني بعرف هي المرة أنا رح أربح. أنتِ شو عملتي؟ اللي ما قدرتي يا عمتي إنك تعملي، بالأحرى أنا عملت اللي لا خالتي بالافي ولا سانجو قدروا يعملوا، حتى مرضت خالتي بالافي كل مخططاتها ما مشي حالها بالمرة، وتمثيلية مايا كمان فشلت، بس أنا قدرت. إيه عمتي، رامبير رح يكون إلي كل العمر. هذا اللي عم حاول أعرفه ريا، أنتِ شو عملتي؟ عمتي أكيد أنتِ بتعرفي إنه براتشي بتحب أمها وكتير وبتعمل أي شيء كرمال تكون مبسوطة، بتعرفي مو؟ يعني سعادة براتشي هي بسعادة أمها، وسعادة أمها مع مين؟ مع بابا. أنا قدمت لها السعادة لبراتشي، وقدمته لبابا لأمها لبراتشي. واحذري شو كمان؟ هي وافقت، ايه؟ قالت لي ما عاد بحياتها رح تشوف رامبير مرة تانية، وأنا قلت لها إنه بابا رح يتزوج خالتي ميرا بناءً على طلبي، وإذا بقول له يبعد عنا أكيد حيبعد. هيك قلت لها. عمتي رح أقنع بابا، رح أطلب منه لا عاد يتزوج خالتي ميرا ويتزوج أمها لبراتشي. ايه؟ ريا! براتشي افتحي الباب بسرعة. ستي ساريتا، ستي ساريتا، إذا سألك قولي له أني ماني هون، بترجاك. ماشي. مرحبا، كيفك ستي؟ براتشي مو بالبيت. عن جد شي غريب كتير، ما سألتك إذا براتشي بالبيت. قلي لي شو قالت لك تقلي لي كمان؟ هي ليش ما بدها تشوفني يعني براتشي؟